بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن الآن في فندق ليك لودج في دامبولا، نصور غرفة من نوع سوبيرير. الغرفة طبعا تتسع لشخصين ولا يسمح بإضافة سرير إضافي لأنه لا يوجد مكان للسرير الإضافي. غرفة من نوع سوبيريور، تصوير شركة المحيط للسياحة، فندق ليك لودج في دامبولا سريلانكا. الآن نحن في الحمام، وهذه خزانة الفلوس. هنا تعلق الثياب، وهذا الحمام. هنا الدش تبع الحمام، وهذه المغسلة. وهذا الشطاف، غرفة من نوع سوبيريور في فندق ليك لودج في دامبولا سريلانكا. الغرفة أيضا لها إطلالة على الغابة وبلكونة. هذه الغرفة من زاوية أخرى، وهذه إطلالة الغرفة التي تطل على الغابة. مع تحيات شركة المحيط للسياحة في